مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. بعد دعوات لتخزين أقراص يديد البوتاسيوم المضادة للتأثيرات النووية في ظل التهديدات الروسية على أوكرانيا، قالت وزارة الصحة أن الوضع الحالي في أوكرانيا لا يتطلب تخزين الأقراص بسبب بعد المسافة. وفي حالة وقوع حدث نووي خطير بالقرب من الحدود النمساوية، فمن المحتمل ألا تكون هناك حاجة لأخذ الأقراص في جميع أنحاء البلاد، وستحدد السلطات الصحية الأشخاص والمناطق التي يجب أخذ الأقراص فيها، كما حذرت الوزارة من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية الناجم عن الإشعاع منخفض للغاية، لكن خطر الآثار الجانبية من تناول اليود مرتفع للغاية. ارتفع عدد طالبي اللجوء بشكل ملحوظ في العام الماضي بنسبة 161%، حيث تم تقديم 38,000 طلبا في حين تم تقديم 14,000 طلبا عام 2020، أغلبيتهم من الذكور بنسبة أكثر من 85%. ولا يزال السوريون هم أصحاب أكبر عدد من الطلبات، يليهم الأفغان ويليهم المغرب. وفي العام السابق تمت الموافقة على 18,000 طلب، وتلقى ما يقرب من 37,000 شخص قرارا سلبيا قانونيا، وتستعد النمسا الآن لاستقبال المزيد من اللاجئين الفارين من الحرب الأوكرانية. اعتبارا من اليوم سيتم توسيع منطقة وقوف السيارات قصيرة المدى في فيينا لتشمل منطقة المدينة بأكملها، لتنضم للقائمة أحياء ليزينغ ودوناوشتات وفلوريتسدورف وسيمارينغ. مما يعني أنه لم يعد من الممكن إيقاف السيارات طويلا بشكل مجاني مع وجود استثناء لمقيمين في الحي لسياراتهم الخاصة، وشراء ما يسمى بملصق وقوف السيارات مقابل 10 يورو شهريا، وبالتالي يتم الإعفاء من المهلة، وتبلغ تكلفة غرامة الوقوف الخطأ 36 يورو. وتؤكد فيينا أن الدخل من إدارة أماكن وقوف السيارات سيذهب مباشرة إلى التوسع في وسائل النقل العام. بدأت اليوم محاكمة تونسي يبلغ من العمر 63 عاما في محكمة غراتس الإقليمية بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال وإضراره بشركات من خلال معاملات وهمية وانتحال منصب الرئيس التنفيذي. وتعمل 15 دولة على هذه القضية، وفي النمسا وحدها يبلغ الضرر حوالي 70 مليون يورو. ولا يعترف المتهم المحتجز منذ 3 سنوات، والذي استمر التحقيق معه 5 سنوات، وتم إقرار 13 يوما للمحاكمة في الوقت الحالي. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.